للحديث ينضم إلي عبر الهاتف مدير المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية محمد أنعم. محمد، مرحبا بك. يعني الأمم المتحدة طالبت في بيان صادر عن لجنة التنسيق إعادة الانتشار بما أسمته الحفاظ على اتفاق ستوكهولم. ماذا بقي من ستوكهولم أولا، ولماذا دائما الأمم المتحدة لا تسمي الطرف المعرقل؟ واضح يعني ان هناك انحياز واضح من الفريق الاممي الذي يعمل في مناطق سيطره ميليشيات الحوثي ويخضع لتوجيهاتهم واملاءاتهم. لا اعتقد ان هناك تبقى شيء من اتفاق ستوكهولم. اتفاق ستوكهولم تحول الى حبر على ورق، خاصه في ظل الخروقات والانتهاكات المستمره والمتواصله التي تقوم بها ميليشيات الحوثي واستهداف المدنيين. أكثر من 1000 وأكثر من 1000 مواطن استهدفت ميليشيات الحوثي خلال هذه الفترة. أنا أعتقد إن البعثة الأممية تعيش في عالم آخر، بل إن إحاطة رئيس فريق الأممي في الحديدة تعترف بشكل واضح أنهم يواجهون ضغوطات ويواجهون تصعيدات أمنية وتهديدات وحد من عملهم. أعتقد أن هناك تناقض واضح فيما تقوله البحثة وما تدريبه من إحاطات. لو لاحظتم أن هناك الإحاطات التي قدمت لمجلس الأمن كانت تحمل ميليشيات الحوثي الكثير من الأسباب المعرقلة لتنفيذ اتفاق السويد، بينما نلاحظ في البيان الذي صدر عن هنغوها بالأمس فيه مغالطات واضحة والحديث عن اتفاقات مجمعة كما هو يتحدث المبعوث الدولي. ما وراء هذه المغالطات وما يريده أغوها وتريده الأمم المتحدة من مثل هكذا لاعب؟ أعتقد أنه هناك فقط تمديد للأزمة وتمديد لمزيد للميليشيات الحوثية لسفك المزيد من دماء اليمنيين، تمديد لمزيد من تقاضي الأموال والأموال والمبالغ المالية الكبيرة التي يتقاضوها دون أن يقومون بأي عمل. أعتقد أنهم بقاؤهم كان طوال فترة الأشهر الماضية كان في حرب البحر وبدعوى الهرب من فيروس كورونا. اليوم يخرج وهم لا يستطيعون أن يتحركوا داخل شارع واحد داخل مدينة الحديدة ويصدرون بيانات، وكل هذا ذلك لمجرد إحداث ضجيج. هل تعتقد أن في بعثة أممية لديها قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار والإشراف على ذلك وفتح الممرات في داخل مدينة الحديدة والسماح للمواطنين بالتنقل ومرور المساعدة الإنسانية؟ هل تعتقد في بعثة لديها كل هذا ومع ذلك لم تستطع أن تحقق أي شيء؟ لا نتحدث عن انسحابات ميليشيات الحوثي من موانئ الحديدة الثلاثة، فذلك قد عجزت عنه، لكن نتحدث عن جوانب إنسانية التي كانت المدعاة أو السبب الرئيسي لصدور قرار أو الاتفاق ستوكهولم. أعتقد أنه آن الأوان للقوات المشتركة وللتحالف العربي إذا أرادوا أن يضعوا حقا لهذه الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثية بحق أبناء الشعب اليمني وبحق المملكة العربية السعودية، أن يعطوا الضوء الأخضر للقوات المشتركة لتمضي لاستكمال تحرير مدينة الحديدة. نعم. الحوثي في أضعف مراحل تاريخها الدموي، ويجب أن تستعاد مدينة الحديدة وتعاد إلى حضن الجمهورية قبل فوات الأوان. أشكرك جزيل الشكر محمد نعام، المدير مركز الإعلامي للمقاومة الوطنية، حدثنا من الحديدة.